السلام عليكم، سعد الله مساكم بكل خير. أنا الآن موجود في متحف حيدر عليف أو مركز حيدر عليف في باكو. المتحف من تصميم المصممة العراقية زها حديد، وافتتح عام 2012، نهاية 2012 تقريبا، أخذ 6 سنوات وهو تحت الإنشاء. المتحف نال جائزة أفضل متحف عام 2014 حول العالم، ونالت زها حديد أفضل مصممة. المتحف من أفضل يصنف من أفضل متاحف العالم، دخول ب 15 منات، والمتحف فاتح للساعة 6 المساء، يعني يفضل انك تجي بدري، وراح ناخذ بكم جولة فيه ان شاء الله. هنا تصاميم لميني باكو، اهم المراكز اللي في باكو مصممينها كمجسمات مصغرة. هذا مطار حيدر عليف، هذا المركز، هاك الملعب اللي يقيم عليه نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وهنا من أعلى صراحة شيء مرتب وشيء فاخر. كثير يطلبون مني تفاصيل، اللي يسألني عن الحجاب، واللي يسأل عن هل الديرة غالية ولا لا، طريقة الحساب، هل أخذ كاش، خلي شيء في الفيزا، وعن الأمان. أنا طبعا راح أتكلم عن كل شيء، لكن راح أجزئ إن شاء الله، يعني ما راح أسرد وراء بعض عشان ما أكون مزعج لكم. أني عارف كثرة القرقرة، رغم أني ودي أقرقر والله، لأني الحالي ولا في أحد يسولف معه، ما في إلا أنتم، لكن راح نتكلم عن مواضيع كثيرة. بالنسبة للحجاب، من الأسئلة كثير عن الحجاب، الحجاب هنا جدا مقبول، وكأنك في اسطنبول. تذكرت والله أيام اسطنبول وتركيا، ما شاء الله المحجبات والمنقبات بكثرة بدون أي مضايقة، والأمر عادي. الإضافات من أمس ما وقفت ما شاء الله، وأحب أرحب جميع المضافين الجدد وأعرفهم بحسابي. وثاني شيء أحب أشكر كل من نشر حسابي أمس من الأصدقاء والمحبين، فما قدرت أشكرهم واحد واحد، الآن أقدم لهم كل الشكر والعرفان على دعمهم لي ومساعدتهم لي، وإن شاء الله أن يكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. هذه سيارات الرئيس السابق حيدر عليف اللي مسمى المركز عليه. سبحان الله كيف اللون الأبيض معطي جمال، يعني أنا ملاحظ ما فيها أي ألوان ثانية، بس كلش أبيض وأبيض.
هذا مطل باكو، هذاك هناك عين باكو. طبعا المطل موجود عند أبراج الشعلة، موجودة في أحد هذه الأبراج فندق الفيرمونت، وهذا مسجد الشهداء. منطقة جميلة لكن في شوي شمس، لكن في هواء يساعد الهواء. هذه شعلة أذربيجان. طبعا أذربيجان تسمى بلاد الرياح والنار. هذه الأبراج في الليل تنير بشكل مرتب وشكل جميل. وهذا نصب الشهداء، وهذه الحديقة تسمى حديقة الشهداء في أذربيجان، ولها أطلالة على البحر وعلى مدينة باكو من تحت. وهذه قبورهم، كل قبر حاطين عنده صورة الشخص ومعلوماته. هذا متحف السجاد في باكو قريب من البحر، وهناك فينيسيا المصغرة ممكن تأخذ فيها قارب، يأخذ بك جولة على طواف الحديقة وعلى البحر. وعلى الغد اليوم إن شاء الله في مطعم هان في البلدة القديمة، شفت هناك برج العذراء أو برج الفتاة، وهنا المطعم. جلساته برا جميلة، لكن بدي نتبرد شوي. مطعم ديكور جميل كالعادة، نتغدى ونقيمه إن شاء الله. يوم مغدينا الأخ تركي القحطاني، يا مرحبا، الله يكثر خيرك. ما قصرت، أسعدتني والله بتواصلك معي وعزيمتك هذه. الله يبيض وجهك. رجعت الفندق، ريح شوي، صلي المغرب والعشاء، هنا بطلع على البوليفارد. طبعا في هنا أجار سياكل شفتها أمس، لكن أمس كنت تعبان، ناويه اليوم إن شاء الله باخذ لي سيكل. تمشي على البوليفارد كامل تقريبا 4 إلى 5 كيلو. المنطقة جميلة والفندق جميل، الفندق اسمها بوليفارد هوتيل، في 2 بوليفارد لكن تأكد انها 5 نجوم واللي على البوليفارد على طول. غيرت الخطة، راعي السياكة قال انتظر ساعة، ساعة ونص، كذلك يقول جيب جوازك معك تأمين. يا رجال ما بدهاش، اخذت لي تاكسي عبر تطبيق بولت، وداني الى السنتر شارع نظامي، 3 منات تقريبا 6 ريال وشوي. اوب Thank you.
الكافيات في أذربيجان يحطون لك المربى كخيار بدل السكر، والسكر موجود لكن يحطونه لك كتحلية غير عن السكر. لكن اللي مثلي يفضلون شاهي بدون سكر، يستمتعون بدون سكر. ما يميز المنطقة السنتر، شوارع حية إلى آخر الليل، يعني تلقى الناس رايحة جاية من الأول النهار في الكافيات والمطاعم، كلها متوفرة، شركات الاتصالات، محلات الصرف، والأمن منتشر هنا بشكل كبير. في كل محل تلقى عسكري واقف، رغم أن الشعب مسالم، يعني ما يتعرض لأحد ولا يتكلم مع أحد. يقدمون عروض، ممكن يجيك واحد في الشارع يقدم لك عروض سياحية، يقدم لك شيء، لكن ما يتعرض لك أي أذى. على طاري السناب والتوثيق، أنا أعتبر أن السناب هو مهم للتوثيق، السناب للمشاهدة اللحظية فقط. يعني أنا أصور بجوال الكاميرا ترى أكثر من تصويري من السناب عشان أوثق. اللي يحتاج مرجع، أنا طبعا راح أتكلم بتفاصيل كثيرة في حسابي في التويتر. أمس تكلمت، اللي فات أمس كتبت في التويتر عن بعض الأماكن اللي زرتها لكن ما فصلت فيها. إذا رجعت إن شاء الله راح أفصل في التويتر ومعلومات أكثر وتقارير أكثر إن شاء الله عن البوسنة، عن البوسنة، عن جورجيا وعن أذربيجان. راح أبدأ بأذربيجان بعدين جورجيا. أحط لكم حسابي الحين في التويتر، تابعوني وفالكم التوفيق إن شاء الله، وفالي التوفيق بعد. يا كرهيلها هذا البوليفارد، شفتوا البحر هناك وفيه ممشى تقريبا الى فندق، من السنتر الى فندق البوليفارد 40 دقيقه مشي الى 50 دقيقه مشي. شوف جوجل ماب، شوف هنا مسارح وجلسات، هنا كافيهات، وفيه مسطحات الخضراء فيها العاب اطفال، لكن العاب بسيطه والعاب بدائيه، فهو حلو للمشي في الليل ذات ان الاجواء في الليل طيبه. لكن في النهار لا تفكر انك تجي تمشي هنا، في النهار عليكم بالمحلات المغلقه، الاسواق، المتاحف.